الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر رمضان، العنوان بسايث مثل أسنسمي معرفة الله أنسين ربي. معرفة الله ذيون الأمر إلى قتل السينياك خطر زمر ومثلا كين يطاسي سنغي الدونيث اس يسعى ثموسني ذي الغاشي اهاث يسعى ثموسني ذي لاسيونس ذي المعرفة مع العلوم لكن وقي ذا مسناو السن اهاث السن الدونيث يجرب الدونيث اين رزاين اين زيضن ما شاء الله السن ذا مسناو ولكن موري السنارة ربي ولاش شوي السن ولاش ذا شو يسن ما إلا أريسينا ربي سبحانه عز وجل صافي الموضوع بس ثمو سنين ربي أم كراني سين ربي أدنى وكان درس خفيف في السوس يوثي يوثي إن شاء الله تعالى ثم زواروث سوى شو نسين ربي أثني السين أذر ذم زوارو عن طريق الفطرة يعني نكوني يخلقا غدا ربي نكوني مخلوقيث تا خلقيث و تا خلقيث تسعاويتي دي خلقا لو كرياتور صافي داخل النض و مقارن الفطرة نتحولفو باللي إلا ويغدي خلقا نسعى الخالق و تا قسما ناس الفطرة لكن سيسمى القرآن الكريم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله سمحتي يونا جنيور ما إلا يخدم الثغوسة نسيت سيدي خدمة أسدي خدمة جيد سالة الحوم هكا وين يغدي خلقا يزا داخل النار ثموسني سنتسا وكي ذا فريدة مزوالو سالا نسينا ربي ولكن الفطرة ياكي شغل تاع وين زرام العنصر مغثالة ما نجات زديت أدف كمان زدين لو دو سورس الخير الروح زديت أدف غنوامان سكوذرار زديت الصفان الهان الخير الروح ما نجات لكن زديت إما يساديون العبد أثني سلوغ نغاثني السامس ذاين لغة الوما سلوغ تعويد يلغ العنصر صافي ما تشيد العنصر نيق لغة دوريجين خاطي ذب نادم إيديك الشمان إسلوغيث نغي السامسيث وقي سبث أمزورو أفريد أمزورو أرغي من ربي سبحانه خاطر من سن ربي تنحمله كي تقول فاني بغي ربي وربي يبغيه يحب ربي وربي يحبه الحب باقي الحمالة ياقي إلا قات زويرت سامو سني أظن أي أنت سنت حمله صافي إلا قالي السين ربي من سن ربي نحمل ربي الحمالة ربي تنزل قولاون حب الله وهو ما يسمى بالحب الخالد الحب الخالد الحب الخالد الدواء الحمالة انتذت إصحان إذوما أي نفع عن فافيس للدونيس ولا ذي الأخر صافي الحمد لله أثن في جند أذري ذا مزوارو أرغدي من ربي سبحانه عز وجل نداء الفطرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة واحد أذري ذوي السين ذا شوث يسهل ذي القرآن أن غروا لربي أقل أقول رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الشيم يا ربي جعل ليلة القدر ديوسن دي 12 سنة جاروث ذي رمضان خير من ألف شهر زر ما يغار خطر ذيك سيدي ينزل القرآن القرآن العظيم أول ربي عزيزا كنسينا أم ذياز الله يذكر بالخير سلعة ذي اللان ذي الزابور لذيور ويدي تفرفيرا سلعة ذي اللان ذي الطورات إذورار وذالايا سلعة ذي اللان ذي الإنجيل التجرة وين ثمرا سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدين في بوري غلقا
ينزلت غف محمد رسول النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم. قرآن كلام الله، هو كلام الله عز وجل المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته، الملقو إليه بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختم بسورة الناس. ديفينيسيون القرآن تاع ساعة تسعة عند الأمور، إذا قلت ديري تسعة باش نفهم شنو المعنى كلام الله. وين أريسين القيمة بوالا ربي سبحانه وثيغر وثي يفهم هذه السين ربي، خاطر القرآن ذوالا ربي تفرى واحد سكان وينزل ربي ليلة القدر يا رمضان. لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر، سيتادير أمنا عبدنا ربي 83 سكواسن وكذا 4 شهور. أو سيدي قفزن دكنا أذي عبد ربي 83 سكواسن أرنوياس 4 وكورن الخير ربح. ثقية كي زمرة تداوير لانفستيسمون كم قران أتي داوير جيوني يوض يوني يوض ميان دايلا يضياقيا دايلا إذا عشرت ثانقالو في رمضان الحديثينات التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يعني ليلة القدر ياقي عزيز غلاين أتسان ذي عشرة إذا عشر أيام في قران رمضان. الحديث وايضين تحروا تحروا، إلا قال الإنسان يجتهد مش هذي لي يغفل خاطي غس هذي لي يقفز قوة رمضان 12 سنة جاروث إلا قال قفز مليح أنحرش مليح. خاطر ينادي النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر قبل في العشر الأواخر من رمضان. الحديث وايض إن في الويتري يعاونا النبي صلى الله عليه وسلم يعاونا دي قال سند الويتري معنى ليلة 21 23 25 27 29 خمسية خمس ليالي ونجتهد في العشر الأواخر ووفق ربي إن شاء الله أن وفق ليلة القدر. أما سعد النقد أن كنا عبد ربي 83 سنة أو كذا 4 شهور سيدي زانفيستيسمون يا جماعة الخير قول رمضان اللي غادي مثلا وإن كان درس المساء ماشي درس الجمعة زين تحصل إن فقيا غاديو سنة رمضان لأنه قال السن من السن موثن قبل رمضان بالدر شعبان موثن ديجا أسقوا سعد نوزان أسقوا سعد نوزان نارا ويكتفر ربي نكون إذا أقل غان سوزون يزمر لأنه قال ذا يمثل قبل ذي فوق رمضان يزمر أنا وغالا من فوق رمضان إن شاء الله إذا غنى نوزان أسقوا سعد قابل دي الشيك الله أعلم خطر بينا ثلاث الحاجة اسمي سلموث يونس سنة قاسي فرنسي يش قاعد اس ام اس واشنتيس يرني يسول اسنت ان اس ابري 48 هذا تشرشر بيدون ابري 48 يساد من فول ذا شو يساد الصندوق اكو الباجاج ذي المين فول ضرب سبحانه قدرا الموث يوث سبا ماشي يوث ثما شاوت سني تضرا ديال رمضان اذ ويس ثلاثه سكرتي دار صخور لما نات بوفافيس اما كان موثني زمران مث امذياز ان اس تساد المس الحرف الباء تفاد الهلاك ديال السبا وراس زمير الطبا رسول الله بن القبه غام شاف هذاك الشيني تساد المس الحرف الذال سيسمر يلي الفذال في الهازغ لا تستعذال الفقير وكذ الغني تساد المس الحرف الضاء لحذف خدم الفريضة لنا سيليس يفضى الى قصبر القضاء وما الدنيا الفاني صافي وين بدا ذي البدايه صلاه في النبي الطاهر نسام الضباب الشفاعه فقسط الموت زي طوعر اشحال فردان الساعه يكفغو يوزي في العمر لابد دور الساعه صافي ثم سالت الموت سالت لا ان ربي ولكل اجل كتاب ينادي الله النظام اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ينادي الله النظام ان واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون الله اكبر صافي مشى لي السيمر رمضان غير القران نسعى فرصة أتمسلا كل الشيخ ذي التراويح نسعى فرصة نظن أطفى المصحف غير من الزمر سورة الفاتحة سورة البقرة مثل عيض حبس اون باج دو باج 20 لاية 40 لاية 50 لاية أين من الزمر ما إلا اجتهد شوية أتختم ولو كان يوثم تيكت كوكو رمضان الخير الربح شوية قبل السحور شوية بعد السحور شوية مثلا قبل المغرب الساعة قبل المغرب الخير الربح أغي عون ربي باش نغرى ولا ربي سبحانه أغريت ولا موت فيه مغارة أتغرض كان ولا موت فيه مغارة ساعة الأجر ماشي ما تفهمض لا يا لا يا أما ذا بيك أتصعود الفهامة بين تقارض يموت فيه مغارة يكسر لي وليك ساعة الأجر ربي سبحانه عز وجل القرآن الكريم ذا ولا ربي ذن سي ذا فريد ويسين راه ديما ربي سبحانه
إلا وفرد ويس ثلاثة ذا شوث الذكر أن ذكر ربي سواطاس كي تذكر ربي اذكر ربي اذكر ربي يمكن يفلاح الحرش ما خير على بالكم زي ما كرنا ذكر زم تذكيرا ما كرنا ذ مجرم الفرنسا رفع يدنا إلا وان ذا تصوزوم أنك تصوزوم الفرنسا رفع الدمني مجران فافنتا الله الله أتذكيرا أذكري تكد لنرجي لا إله إلا الله محمد رسول الله إفلاحان من الميعيان أذقنا دو الزمورث الخير الذكر ربي ناد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ودينا ذكر ربي شويت إنا ذكر ربي طاس أين مزمرض يسد يونا النبي صلى الله عليه وسلم إنا يسفكيد الوصية أمشي سينا أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ولا قالت غادي يغفل يلسيك إلى قلب ذا يذكر ربي اذكر ربي اذكر ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اذكر اذكر شو من الزمر الله يعينك هذا ما كان والذكر كي أكني في دمك ربك دمكتي أشكي تثقى على بالكم ربي ناد فاذكروني أذكركم ماشي غاية يقول لك يا ساكيني الفلاني تسلم فلاك الفلاني غادي مرحبا سلام يسوع يا خكا السلام كيك تصوض يعجبك الحال إما إلا ربي كي دي مشتان ربي مشتاكيد يرنا في ملأ أعلى الحديث دينا حديث قدسي إناد من أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم شو المعنى حديث قدس الجليل رب دي قار إن كقليدون أو نيدي مشتان قليدس ثلها مثل مكثر ديث نفسيتي قد مكثر ربي تقولي ربك دي مكثر ورس مثل فذر تدير الغاشي ريم ذانن ذا ربك دي فذر في ملأ الملأ الأعلى ملأ الملائكة أكيد فذر ربي جرسم إن شاء الله هاورني لي من الغافلين ربي ناد في سورة الأعراف الآية 205 سنشفو 205 إن ربي ولا تكن من الغافلين وتسيلي على سوقات يغفلن والذكر الجميل الذكر الراقي لو برومي شوا دي ذكر ذا شوث ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان بس نشوفوا وقيل برومي شوا ستادير أوليك أذي ذكر ربي إلسي كثي ديفذر ترجمان وقيل الطب أكا أغي جعل ربي سوقات ذاكي ذاكرين ثقيت في الثلاثة في صربعة التزام الصلوات والعبادات ما دام نلتزم العبادات صافي دير نذكر ربي فصلي ثقل نذكر ربي رمضان قال نذكر ربي وينسى الشهر ندي سفغ الزكاه يساوني كلني مغفان بالمناسبه هذه يفكر ربي الفركه وكو قال يساوني مغفان اكون يكسر ربي غفلان او قال يكسني غفلاني مغفان ذوك سوق مره خاصه بوق رمضان باش امغفون يجي الليل تجاد أو جيل أذي سعدي رمضانيس ذي لهنا ذي ثلويث أما كنيس انتك سمي غفلان أكن يكسى ربي يغفلان وكن يفكى ربي البركة ذي الإيمان وان ذي الأرزاق وان ذي قوين سعى لذلك يا جماعة الخير ما يليون يعشر يزكي يتصدق يذكى ربي سبحانه الحج والعمرة كيف كيف التزام العبادات تقي ذا فريد ويصر بعام يتعاونا أمذان بشري السين ربي سبحانه عز وجل فان قالوا تيس خمسة التفكر خيم كان المخي كي تخمين سلتو ميلا ذو حديث الحوضكا نغذقير تخصيت فثيلت تخصيت ريسيتي يطلام سرحي ولا غي كي تخمين تفكر كي العبادة على بالك الدين النغدي قال لك تستخدم ما لا غنون يم كل شيء لذلك العلم عباده العلم عباده باسكو العبد يستخدم ما لا غيس ما تستخدم ظل غير كتخمم ذو قيد خلق ربي تلقى مقارن في كتاب الله المنشور خاطر الى كتاب الله المسطور ذو القران المصحف النسخه الى كتاب الله المنشور نغل المفتوح معناه ذا يدي خلق ربي إجنوان أمشي في خلق ربي القاعة يفين تعيشي يق
تخلقي تنسى عيشي سفلا نلقى عياقيني ارنو اثران اقور يطيش البحور الضيور لا حول ولا قوه اتوحد ربي ذقولي دي خلق ربي وتسين ربي وتحمل ربي وكيحمل ربي هذه معادلات إذا كان هناك سنة أسترونومية غير 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 الفلك والسنة غير والسنة أسترونومية وغير غير جيولوجي وغير ما يعجبك وقار والو استخدم كان الله يا أخي صلى الله استخدم الله أكد افتغل الأدلة ربنا في أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ربي دي خلقني هنوان يدي خلق القاعة يدي خلق إيغاك دواس وسخر لكم الليل والنهار إضأس إضأس ليش تسوحظ ربي دار ذو قلقك سمتو ذرث النار لا عمر النار إض أرنو يسأس مد تزال دايما إذ غال عمر النار ينقص ينقص المنموث ويقك سن لا عمر النار تسوحظ ربي سبحانه الحسن البصر نك يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك أدي قال أبن آدم شيني ذو السام ثو السن ما يليون ذي سمان قواس نساء 24 ساعة يضواس سمان نساء 168 ساعة هكا القواس نساء 720 ساعة في الدور القواس نساء 8640 ساعة 8640 هذا حسابي كل شيء سيكتب ربي سبحانه مكفن سويعيش بعقاع بقاء الأخير أشوك تسن لعمر النغ سويع النغ يضاك دواس سيبوا ربي إلى دواس سخر لكم الليل والنهار الزرع زريعة دواس دقير ألا تغلفظ يوم القيامة أين الزرع المذنة الدنيا تغلف إلى خارج ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الباب يسعنا اللغن استخدام العقل سن لا إلى آيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون أول التفكر والتدبر والنظر يسد القرآن الكريم أكثر من ألف مرة يكون الوقت في الدواء وكل آيات بلس دو ميل فوا إيماجين كوك الدواء ألف آية ثورة كان ذلك من المال المفوق المال المغرب ألف آية دي قال ربي استخدم مثل لغنوان اتيسين مربين وان وتحمل مربين وان وتحمل ما كان يحمل ومن يحمل يكون ربي مبروك عليكم سي بون دي ناسيون بلي نربح والحمد لله سنكون من الفائزين ام بعد ويتفكرون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض بعد شو دينا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الايه انت دوا كيكا بسرعه المغاوله نروح الى سوره فصلت الايه 53 53 استفضل شو تقرا العجب ثناد سنريهم اياتنا في الافاق يونيفير وفي انفسهم ايضا حتى يتبين لهم انه الحق سخدم كان اللغي أكدنا اللغة 53 سورة فصلت أتصور في ذات ثم قرآن ونختمها بسورة الذاريات هذا شحال فرد نهضر في الناس ولكن أي نذ نهضر في الناس ما يكفيش يوثن الصورة والله لو كان قيمة قول رمضان سيدنا نشرح والله ما يكفي أقل يقول غاول ويحتم لذيون يوثن صورة اسمي صورة الذاريات أروح تنخدم يوثن تحويسة إيز يلا أنفذوا السلالة السبعة وتتوارك الآية ولشان نظل الجمعة مع العصر باختصار الآية السبعة الآية السابعة شو غدنا أو دلغي والسماء ذات الحبك أتسوح ضربي يقفنني جنوان أمشي ثنيفنا لا إله إلا الله روح المثل الآية 29 ربنا غادي يهضر في القاعة يا جنة les civilisations venant en le Qa'a le Bhor 70% n'a plus d'anam isafam ikhamam kulch zri'a antzou an le qoutagin staka si le Qa'a ghala atzou fi mzin athent sharzou yani tzra'a athent sharzou admghi tanti dis mghi rabbi subhanahu wa ta'ala wajad aprian tnech walakin anfs le qout sgwakal ذكرني إغشن لا إغشن أكلني إغشن أدي أسيو نواس من موث أديني مرحبا إما ولن نقول كل قذي النار أو قذي النار إما ولن أمر المث أكينين عزيز فلي فروح الروحي
يلا رمدوها ديريكت روحت مقبرت. من بعد في مقبرت كثير مرحبا العسلامة ذا شو اف ان ماشي اف كات اف سانك اف ان والحمد لله اف ان مضمون بلا ثموسني بلا ما نغيث بلا ما نكرثي لا اف ان مرحبا صافي القاعه يا كي فينا الا كان واحد ربي ديك سنغاله ماشي وين غير لا جيولوجيكا نو يا كو قالي خمم كان سوالا غير كتوحد ربي ديال القاعه سي بور سا ربي ناب ذي الليله 29 من سوره الذاريات وفي الارض ايات دي السيني علامات ايات للموقنين الليله 29 الليله 21 اشو دينا ربي يناد وفي انفسكم افلا تبصرون اسم الكوري غاره والسين غاره خمم كان دقيماني يزريني كمشي توالي يلسي كمشي نطق كمشي تمسلاي ام الزوغي كمشي تميز يا الصواف لا حول ولا قوه صافي اتغرضي مالك اتسين ربي وحدي كان وفي انفسكم افلا تبصرون فقل لا يفيس 21 لا يسيس 22 ثنت وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا تسون باللي يجنوا النداء الى ذيك السوسي هنا السيهنا القدره ربي يلحهم اقرد يسرحي الهوى وذي تشارو براج نطاك سبت ونفرح ودير نوذ فال ونشبحني ذوراري فلوان الخير رفاح اقرد سفغن دما نزديت لو كانت نشكان نزديت صفان حاجه كبيره اما انا كذا ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي السو يرى حياه زمان زمان ولا ما تحزن ادفغن ومن سكوالي كي يروح الحزن يمطون الهان يمطون اشكيثن الهان مليح تخشى على دفغني مطون اما كي غادي الليله وجيله مغفون ادفغني مطون اما توحد يا ربي سبحانه الم تسرو اما ديني من قرن قبيل زيك ما فرعد اتوث هذا نفس المعنى ما فرعد ثيكناوس ادفك الهوى الى ضربي ذي القران اي ديني مزوره يشود القران والسنه ربي ألم ترى كيف يزجي سحابا أن الله يزجي سحابا يزجي سحابا السجنة ثم يؤلف بينه أم بعد ثم يجعله ركاما أم بعد فترى الودق يخرج من خلاله الودق المعنى لهوى معنى المطر سبحان الله هارون الرشيد ولا سجنة إلحو إفعل دليل على العزة إن سياح سحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني إن سياسي هنا سرحي له وغندث بغير الخير ما دياور العزة عزة المسلمين وقتها لذلك دوالا ما خرع التكناوث أدفك الهوى إي ما خرع الثاسة أدفك مطاون وضف قبيلي مثرع ذار ثاسة تصنر مطاون ما خرع الثاسة أدفك مطاون أم ثكناوث ما فرعت الدفك الهوى ذا شو القاسم المشترك هي الهوى اكذي مطاون ثمان كلهم ثمان وما تعيض الدفق ذا ثيذي ثمان صافي ثمان 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 وربي وجعلنا من الماء كل شيء حي ليا في 22 من سوره الذاريات ربي ناد وفي السماء رزقكم وما توعدون اتجر شويه ليا في ليا 49 ربي ناد ومن كل شيء خلقنا زوجين المعنى يس ربي خلق الزوجيه عالم البشر ذكر انثى عالم الحيوان ذكرك انثى النبات الحشيش الطجور السجنة الى اخر كل شيء عالم الذره النيترون البرق كل شيء لا امش دينا ربي ذي اللايا 49 دي صورة الذاريات ثلاي ثلايا تيشوفان ذي صورة ياسين اللايا 36 اشو دينا ربي سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون باش القمري مسناول لكوين بوفا مسنا غسن كلش لا لا اي تفغط سنمت السين مارا وما اوتيت من العلم الا قليلا سي بور سي ربي النب ومما لا يعلمون ليبقى ليظل الاعجاز القران قائما فقال الايه 49 نروح غير الايه 50 فقي خطيره فيه زاش دينا ربي ادي قار ففروا الى الله ارول ربي سبحانه ارول ربي سبحانه الهربه تسلك ارول ربي من راك وسمي الله سبحانه يحمل الحال
ما في الفضوط غتسواض، ما في الوسط غتشد القوت، وهكذا نفر من قدر الله الى قدر الله. ولكن لا يثقي كيك الشمي والخوف والخشوع، ربي يقرا مرحبا في قرضه ربي سبحانه، ففروا الى الله. الايه 50 من سوره الذاريات، الايه 55 اشو دينا ربي؟ إن ثمو سنين سالف كتويا سمكتيت اشو دينا؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سمكتيت سمكتيت ان شاء الله الذكرى تنفع المؤمنين. الايه في 56 ربي ناد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا حول ولا قوة، والله امشي يترطب ربي سبحانه بطريقة عجيبة. كل يدكم كنيس من بضى الدرجة يقين أغدق ربي، ربي اللي فيه تناديم ذنكيني ذنك لا تعذب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذي لا يقى ربي ناد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رجع الله ربي سكوكا ذي سنن ربي سكوكا يحملنا ربي سكوكا يحمل ربي. هذه قبل ربي الصيام وقيام الجميع، هذه شفى ربي موضان وهذا رحمه ربي الميثنا. سمحتيني مطوله في اللون جاوني ثاني ميث ارثي من الاسلام ربي في اللون.